زيادة الحالات في الفترة السابقة في الخمسة إلى سبعة أيام السابقة حسب الإحصائيات وحسب المتابعة اليومية للفريق الوطني الطبي وحسب التحاليلات للانتشار الوبائي، أغلب هذه الحالات كانت ترجع إلى التجمعات اللي صارت من قبل أسبوعين مع تزامنها مع عاشوراء. نسبة طبعاً بالنسبة إلى القادمين أو الوافدين عن طريق مطار البحرين يتم فحصهم وفي وصولهم للبحرين ومتابعتهم إلى عشرة أيام وإعادة الفحص، وهذه جداً جداً نسبتهم جداً قليلة. والفحوصات يعني اللي إحنا نعتمد عليها هي الأساسية واللي إحنا طبعاً ننشرها في جميع الأوقات، بس مع وجود هذه الفحوصات ومع تتابعها يومياً واضح طبعاً إن هي التجمعات هي كانت الأساس في زيادة عدد الحالات في مملكة البحرين. تم رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات. تعود أسباب الزيادة في الحالات إلى التجمعات المختلفة والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والشعور بأن الأمور أصبحت طبيعية. ونحن كفريق طبي ندعو كافة أفراد المجتمع كل في موقعه إلى الابتعاد عن التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين. نركز عامة على هذه المدة لتكون عندنا هدف واضح جدا، بأن في الأسبوعين القادمين ودنا أن يبتعد الكل عن التجمعات، والتكاتف عبر تعزيز الالتزام بالإجراءات للعمل على خفض معدلات الانتشار للمستويات المطلوبة والتي كنا عليها سابقاً.